أعتقد اليوم أن مشروع ميزانية جامعة مراكش للسنة المالية 2021 يفتقد للصدقية والواقعية، اللي هي أحد أهم المبادئ في إعداد الميزانيات للجامعات، والتي حتى عليها ونصت عليها التوجيهات ديال وزارة الداخلية مؤخرا لتحقيق الحكمة في إطار تداعيات جائحة كورونا. مثلا على مستوى المداخل، فتم نفخ في المداخل، نفخ في التقديرات ديال المداخل، بحيث لا يمكن ان تنخفض المداخل مقارنه مع تقديرات 2020 بنسبه 8%، بدليل ان حصر المداخل الى حدود 30 شي تنبير يعني يؤكد ان المداخل ستعرف انخفاضا مهولا. هذا جانب. المساله الثانيه هو انه لا يمكن التعويل على باقي استخلاصه، لانه نعرف ان الازمه قد ضربت جميع القطاعات، بالتالي لا يمكن التعويل على باقي استخلاصه، لا فيما يتعلق ب 45 مليار التي ستستخلصها في اطار الرسوم المحليه اللي غتستخلصها الجامعه، او لا حتى الباقي استخلاصه تاع 126 مليار التي ستستخلصها الخزينه الاقليميه، لانه ما يمكنش اصحاب الانشطه الاقتصاديه والتجاريه لم يستطيعوا اداء مستحقات الجامعه في سنوات الرخاء والانتعاش الاقتصادي اليوم يؤديو لكم. بالتالي اليوم ما كاينش واحد الواقعيه، واحد الصدقيه في اعداد هذه الميزانيه. هذه على مستوى المصاريف التسيير كذلك نفس الشيء، كاين غياب الحكمه والترشيد، ممكن اننا نلاحظوه من خلال واحد الرفع في الاعتمادات التي تم رصدها لواحد العديد ديال الفصول ديال الميزانيه، مثلا الزيوت، شراء زيوت الوقود، مثلا قطع الغيار والمطاطات ديال السيارات وديال الاليات، شراء الصباغه، شراء ديال اقتناء ديال المعدات الرياضيه والبدال الرياضيه، الجوائز والهدايا. نعلم ان المقاطعات تخصص واحد المبالغ مهمه لهاد الابواب هذه ولهاد الفصول هذه، على اعتبار انها تدخل في اطار سياسه القرب، لانه لا يمكن اليوم في اطار الجائحه اننا نخصوا واحد المبالغ خياليه لشراء الصباغه، الناس ما لقيا ما تاكل، ونحن يعني نقوم بتبذير واحد المجموعه ديال الاموال في صباغه ديال التروطوارات، وهذا يعني هذا لا ينسجم مع يعني حتى مع المؤازره الاجتماعيه التي دعا اليها جلاله الملك. هذا جانب. مساله ثانيه، كاين تناقضات، كيف يعقل اننا حافظنا على المبالغ المرصوده لدعم الانديه الرياضيه والفرق اللي بقات في مليار، في عشرات المليون الدرهم، وفي المقابل نجد تخفيض ديال الاعتمادات الخاصه بدعم المنح، دعم الجمعيات الثقافيه اللي انخفضت لواحد 200 مليون سنتيم. بالتالي كاين مفارقه عجيبه. واش الترشيد تاعنا فقط في هذا الباب ورفعوها والحفاظ عليها في ابواب اخرى؟ اذا كاين واحد التناقض ما تيبينش انسجام ديال التوجه ديال بناء واعداد الميزانيه. نفس الشيء اليوم نسجله بامتعاض هو تخصيص 6 مليار كتكلفه ديال الاستهلاك ديال الاناره، في الوقت اللي جانا في الدراسات ديال التي تقدمت ديال حضيره الانوار انه في 2021 سيتم خفض تكلفه الاناره بنسبه 60%، بمعنى انها ستنخفض الى 3 مليار ونص. اليوم تصل الى 6 مليار حسب التقديرات، بالاضافه للمستحقات ديال حاضره الانوار اللي هي 6 مليار اخرى، اذا هي 12 مليار. نضيفوا لها الجدوله تاع الديون اللي في مليار ونص كمستحقات ديال الوكاله المستقله لتوزيع الماء والكهرباء، بمعنى ان قطاع الاناره سيستنزف لوحده واحد 13 مليار ونص. اين الترشيد؟ اين الحكمه؟ في الوقت اللي كنا كنهضروا على النجاعه الطاقيه وخفض الطاقه وخفض التكلفه، اذا بالمقارنه مع التدبير ديال التدبير المباشر ديال قطاع الاناره، يتضح اننا كنا على خطا في سميتو، وان حضيره الانوار شركه المياه المحليه فشلت في تدبير هذا القطاع على مستوى النجاعه الطاقيه وعلى مستوى التكلفه. نعود للنقطه المتعلقه بسميتو باتفاقيه تدبير قطاع النظافه، والتي تم التبجح اننا سنخفض من تكلفه الاناره من 26 مليار الى 23 مليار. نفاجأ اليوم اننا بصدد تكلفه
تصل 25 مليار ونص. 25 مليار ونص على اعتبار ان الشركة التي ارسى عليها الشطر الاول رصت عليها صفقة ب 14 مليار ونص، والشركة الثانية رصت عليها بقرابة 10 المليار، بمعنى اننا في 11 مليار، بمعنى اننا في حدود 25 مليار ونص. في المقابل تم التخلي على واحد المجموعة ديال الخدمات، كناش تحملت ولا في العقد، تم التخلي والتراجع. تنقولوا اننا الجديد في هذا العقد هذا، وهاد كناش تحملت، انه تم تغيير الحاويات، تغيير الحاويات من 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 بلاستيكيه الى حديديه، تغيير الحجم ديال الحاويات، بالاضافه لخلق نقط وسيطيه. انا نقول لك السلبيات ديال هذه الامورات التي نتبجح اليوم بانها ايجابيات في هذا العقد وفي كناش تحملات. تعرف ان حجم الحاويات الى رضع فهذا في صالح الشركه المفروض لها، لانه غادي يكون عندها دي فواياج قلال، ولكن سيخلق لنا واحد المزابيل ديال القرب، قرب الاحياء، وسط الاحياء، لانه غادي يتراكم فيه واحد العدد كبير ديال الزبال. عوض اننا نديروا لا كوليكت مرتين او لا ثلاث مرات في اليوم، سيتم الاكتفاء فقط بالجمع مره واحده في انتظار ملء الحاويه. هذا جانب. ثم انه لم يتم مراعاه الخصوصيات ديال المقاطعات. مثلا تم تعميم واحد المعايير على جميع المقاطعات، مع العلم ان خصوصيه المدينه العتيقه عندها خصوصيه، خصها تكون عندها خصوصيه في لاكوريكت، في الكنز، في حجم الحاويات، في الاليات، الى غير ذلك. ثم مساله ديال النقط الوسيطيه، وهذا هو اللي خطير جدا. راه عندنا تجربه، راه كانت نقطه وسيطيه ديال الكليز اللي كانت بالمحادثه مع تنسيرت، وكان شكوى، كاين شكايات ديال المواطنين. اليوم خلق هذه النقط الوسيطيه راه في صالح الشركات المفوض لها، لانه تجمع الازبال في واحد المنطقه. هذا ماذا سينتج عن هذا الامر؟ هذا غادي ينتج عند واحد الامر خطير، اللي هو ان مراكش تتحولوا الى مجموعه من المطارح ديال القرب، مزابيل ديال القرب، خلق واحد المجموعه ديال مزابيل القرب في, 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 في المقاطعات، على مستوى المقاطعات. لانه عوض نقل الازبال مباشره الى المطرح البلدي بالمنابه، سيتم افراغه في واحد النقاط وسطيه، دي بوان دو ترونسفير، على اساس ان التكلفه ستنخفض. مساله اخرى ديال الكنس، تم خفض الكنس من سبعه ايام سبعه ايام طيله الاسبوع الى ثلاث ايام في الاسبوع في مجموعه من الاحياء، وتم الاكتفاء بسات سيرسات في الشوارع فقط. بمعنى اليوم نحن بصدد واحد السياسه ديال الواجهه، السياسه ديال تعيدنا الى سياسات يعني قديمه جدا، وهي تزيين الواجهه، ولكن من الداخل كاين تراجع ديال اتنبأ بتراجع في قطاع النظافه.